السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا المشروع تاع الجسر العملاق اللي يربط جامع الجزائر الكبير بوزارة الشؤون الدينية اللي راهي في سوف نشاهدها في خريطة واحدة أخرى. والجسر هذا اللي راح نشوفه بالأحمر سوف نستعرض آخر التطورات على الأشغال به بمناسبة زيارة والي ولاية الجزائر العاصمة إلى المشروع. إذا هذا هو المشروع، وهذا الجسر الذي يبلغ طوله حوالي 800 متر سوف يربط إذا منطقة شارع طرابلس هنا بالجامع الجزائري الكبير، وإن شاء الله يكون فيها تهيئة لكل منطقة هذه بما فيها هذه المنطقة اللي فيها بعض البنايات القديمة، سوف إن شاء الله تهيأ وتنضم إلى مشروع نتاع الضفاف نتاع واد الحراش هنايا. وهنا نشوف أنه فيه أشغال نتاع الضفة هذه تاع واد الحراش، وكذلك فيه تهيئة نتاع الطرقات كلها هنايا حول مسجد جامع الجزائر. إن شاء الله يكون في فيديو آخر نتكلم على كل المنافذ والطرقات الجديدة التي تم استحداثها حول جامع الجزائر لتسهيل حركة المرور. وهنا نروح نشوف طريق نتاع طرابلس عن قرب، وين نشوف هنايا وزارة الشؤون الدينية التي تم إنشاؤها مؤخرا، ونشوف هنا التهيئة تاع شارع طرابلس بالأزرق بإضافة أجنحة جديدة للطريق لكي يعني تسهل حركة المرور، وكذلك لكي تسهل الإدماج نتاع الجسر هذايا العملاق بإدماجه مع شارع طرابلس، بتكون يعني عملية الإدماج تكون بسلاسة. ونلاحظ هنا الشريط هذا البنفسجي، هنا الشريط هذايا اللي مخصص للمشاة واللي يعبر فوق الجسر العملاق قلنا للولوج إلى جامع الجزائر الكبير. إذا هذا هو المشروع نتاع الطريق المؤدي إلى جامع الجزائر، أو الجسر اللي يربط شارع طرابلس هنا بالجامع الكبير. إذا هذا هو، أترككم تشاهدون الصور عن الأشغال نتاع الجسر هذايا، وبعض الصور مأخوذة من فوق الجسر لكي يعني تتابعون عن كتب الأشغال نتاع الجسر هذا. إذا نترككم مع الصور، والسلام عليكم.